يلا بينا ننطلق. الو، غير سؤال شفتو تعاود حتى في التعليقات يا جماعه. صلوا على النبي، ياك عندنا العقد والفاتحه وكاين اللي يدير صاله الاولى وصاله الثانيه والعشاء، 27 مليون تاريخ. كي جات فيا جاتكم غريبه. عادي، العقد والفاتحه نداروا في فرنسا قبل اشهر، ومن بعد لازم حبيت تصديرها كجزائريه جميله وتصديرها لازمها تحضير ولازمها تكون انت موجود، لازم تلقى تنساش تكون في الخارج، ماشي كيما تكون عايش في داركم مع باباك وماماك. كل شيء لازم له حسابه. كي تجيب ضيوف تاني، انا يعني جبت بزاف ناس من الخارج، كل واحد تاني لازم تقول له من قبل يوجد الفيزا، ما تنساش. مهم حكايات دونك، ما عاودت ما والو يا جماعه، كيما الناس كاع عقد فاتحه عرس عشاء، واش حبيتوا؟ سي نورمال. يلا سؤالي بعده. الوغ لا روب بلونش بخيط الروح نون سو بلي الى اخره، واش تحبي نقول لك؟ هذا رايك، مع انه الاف الناس حبوها. واهم شيء انه انا شتها اوتنتيك وكلاس وبصمه جزائريه وبالطبع والشان، وعطات واحد البصمه اللي نغوب لي مايش كامل تاعنا على باس. دونك الا انت شفتي بلي لازم بصو كامل لوكسيدون يلبسوا التاج والتبعيه لازم ندير كيما هما، خيط الروح عنده بلاصتو في كل مكان. فهموا انا مشكل تاعنا مع الموضوع، نوحو خيط الروح يجي الشباب فوق لا بلونش، يجي من في خيط الروح الجبين، كل وحده وثقافتها يعني ومنطقتها. قنعينيش وني با جي با جون برينسيس يا اختي. خيط الروح تاعك، اما التاج ماشي تاعك، خيط الروح تاعك. ما تقدريش تقولي لي بلي سي بابو بلاصتو اليوم وغدوه. فوالا. الو، الفستان الابيض يا جماعه حكايته طويله، كان من المفروض نجيبه من دبي، مهم حكايه طويله وديزاينر صديقه كانت حد بعته لي وبعد انا ما سافرتش. المهم لحقت الجزائر، تفكرت بلي لازم نرجع لدبي ونجيب لها بلوش. صراحه للامانه 5 إلى 6 اشخاص، منهم الفوتوغراف، منهم مليكة لوزري، كامل هضروا لي على بريدل جاردنز، كامل قالوا لي بصح كاين واحد المغازا عنده دو تري بال شوز، روحي وشوفي تو. ويعطيهم الصحه استقبلوني، الوغ كو فريمون كان لازم جو بونس نجي دي مو على افونس اي تو. مي شرحت لهم لا بانيك، انا لازم نلقى عروب وما كاينش نعاود نطلع ونولي. اي جي تروفي صراحه عندهم دو مانيفيك شوز، دو بيل روب، كاين فريمون دو تري 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 بيل شوز. انا خيرت حاجه اللي تشبه لي في الساتان اي فوالا. دونك عند بريدال جاردنز عندهم دي ماغازان بو بارتو في الجيري. سل علي يا صاير ضاير البها والقد المتحول البها. الوغ من عند ما لبستي في الروح؟ اولا يا جماعه انا ما لبستش بزاف، ما شاء الله ثقافتنا تبدا وما تخلصش، يعني لي توني تاعنا اكثر، مي انا ما لبستش بزاف. اي سيتي ان شوا، ما حبيتش انا نقعد ونتصدر وكذا، دونك حبيت جو ماموز، حبيت نستمتع بلوس، ولبست صراحه لي دو توني لي تاعي اكثر شيء، واللي خليني نقول نفهمهم اكثر شيء ونعرف لهم، اللي هو الكراك والغليله. بون الجوائي كابي، بما انه انايا عاصميه قبيليه او قبيليه عاصميه، باش ما تنوضش الخلاط، كل واحد يشوف كيما حب. المهم دونك لبست غير هاد لي توني، بصح نوعدكم ان شاء الله مازال الايام ومازال المحافل الدوليه ان شاء الله يعرضوني، ودي تابي روج ايتو، ونلبس باذن الله الشاوي والشرق والغرب والجنوب، ما تخافوش. المهم من عند ما لبست، اكيد لبست مع الملكه لوزري. ملكة لوزري انا كي نهضر على الكراكو جادور سو كالفي، ومن وقتاش باش تفهموا بلي ماشي بوب، نشرح لكم حكايه ملكة لوزري. جماعه ملكة لوزري جارتي من زمان، كانت تسكن في حومتي من زمان، بنتها تقرا معنا في بريمير، يعني بنتها الكبيره كانت تقرا معايا، كانت تقرا مع بنت عمي وتقعد معاها الى اخره. وملكة كانت ملي كنت صغيره نسمع كي وحده في الحومه زمان درت صديقه شابه يقولوا ايه دارت على هي ملكة، دارت على ملكة. دونك توجو هذوك الكراكوات الشابين ودوك لي بيل توني والقفاطن الشابين والبدرون الشباب في الحومه في العراس تاع مثلا فلان وفلان، كانت ملكة اللي ديروا لهم. دونك راح الزمان وجي زمان وملكة راح ملتيتو، وبعد عاودنا تلاقينا يا كيلكو زاني، وعرفت بلي هي لي مامات فلانه الى اخره. قال في دو مانيفيك شوز من قلبها. دونك انا لبست عندها، اختي لبست عندها، ماما عندها، كامل كراكواتنا عند ملكة لوزري، ودوك نوريكم كيلكو زان منهم. واش نتفاهموا؟ باني لبست من عند ملكة لا يعني اني ما نحبش فلان ولا فلان وما نحبش خدمتهم، بالعكس كامل ولاد بلادي ونشرف انو نلبس لهم ان شاء الله كاملين. انا عندي طبيعه، واحد ما يتواصلش معايا ما نقدرش نضرب خط الرمل، وبالعكس مرحبا بكم كاملين. شنو ملكة تعرف لي؟ ملكة عبالها
واش ستيل تاع كراكو اللي نحب زعما في عرسي حبيت كراكو عروسه ماشي استنى ديزاين ومودرن وحاشا تخرج منا وتجي منا وبابيون منا نو حبيت كراكو تاع عروسه سي فري واحد خدمناه بلوس فتله ولويز وواحد خدمناه بيرلا سيتي جوست بور شانجي واحد درنا لولا تخالي جي رويال اي تو مي فوالا دونك كسا سوا الغليله ولا الكراكو سي عند مليكه لوزري فوالا فوالا الوغ الاخت الكريمه تسال على الاسعار هل في متناول الجميع وكذا وشوفي اولا ماشي انا اللي نحط الاسعار كسا سوا مليكه ولا اي واحد تاني راح مثلا نشارككم لي بون بلون ببساطه علاش كل انا مامنه لكل خدمه وسعرها في الدنيا هذه كامله وكل بلاصه وكل مقام ومقام الى اخره واحد ثانيا من زمان تعلمت انه مثلا كي تروح تجيب فنان يغني لك في عرس ولا في طهاره ولا عيب تقولوا والله غير نقص لي هذا راهو يدير الفن عيب تقولوا ماشي مع احتراماتنا ليه الكل لكن ماشي يبيع بطاطا ماشي يبيع اثاث ماشي يبيع حاجه برودوي لي نو هو يقدم لك فن ونفس الشيء لي ديزاينر يديروا حاجه خاصه لما تمس التراث وفيها الخيط من الذهب راهو راهو يدير حاجه فنيه قطعه فنيه يطيح ظهره عليها 3 شهور بليكا او اي وحده ثانيه انا ما نعرفش الاسعار لانه انا كليونت مثلك وتاني نقطة مهمة للبنات اللي تبعوني يا جماعة ما ناش نتكلموا على سروال جين أو قطعة فقط لا انت تكلمي على قطعة تراثية وتبقى لك وكذا وتلبسيها في العرس فأكيد مثل ما الصالة مثل ما الصالة ما تستقامش 10,000 مثل ما كراكو أو قفطان أو جبة أنا نشوفها شي منطقي علاش يقول لك العرس ليلة وتتباروا عام بس كسان بيجي عادي منطقي سان بيجي وربي يقدر كل واحد فأنا أنا نشوف أنه حتى واحد ما يحرج لا نفسه لا مثلا هذاك الخياطة أو الخياطة أو الفنان اللي يروح يقصده اسأل على البيجي ما ساعدكش يعني معليش بس ما تقدرش تقول تهاود في السعر الفنان هذه نشوفها عيب اما اسعارها انا ما نشوفهمش غاليين ما نشوفهمش نازلين لانه فنانه بصح ما نشوفهمش كاين دي فوا حاجات ماشي شابين سي تري شير بو ريان فوالا فوالا دونك جو سي با واش كنت نقول صراحه دخل اتصال جي روسو ان ابل دونك نسيت المهم فوالا دونك غليلتي وكراكويا عند مليكه لوزري وحده درناها باللويز والفتله والثانيه درناها بال رويال بال بلا ترين إيه على بالي بلي بزاف البنات راسهم مالك حبوا لا ميم شوز بلا تران الى اخره دونك سي نورمال حاجه بلا تران ماشي كيما وثقيله فيها بزاف درنا فيها بزاف بيغلاج تقدر ديروا اقل المهم فوالا كل واحد لي غو تاعو كل واحد ذوقو مي ان توكا مو جام بوكو سكو في مالك والا ما كنتش لبست لا انا لختي لا ماما من عندها فوالا اي فوالا تو سامبلومون وماني لا خالصه لا والو باش نقول هاد الهضره تو سامبلومون Voilà, on passe à la question Léora. Le maquillage, men habit tlahti Amira, choukran. The one and only. The one and only, mahtermat, belkoul akid, rabbi yqadr koul wahed, lakin Melina, choufou, hadi mubdi'a, fannana, rabbi yahmi yediha. لانه الرسامه ترسم شوفوا جماعه ميلينا الجميل فيها بقدر ما تشوفوا عندها دوك لي كرياسيون ارتستيك ودوك الحاجات ارتستيك في الانستغرام على قدر ما ديفوا تشوفوا تخدم حاجه تري سامبل للعرايس دوك انا يا خدمت لي حاجه اللي ما كترتش ما تبدلش بزاف فوالا دوك سيتي ناعم سيتي بو سيتي رافيني ميرسي ميلينا ميرسي امينا جتيم تري فور هبلتها دايما تقول لي بدعي شويه معليش ما جايه نبدا هذوك خلينا في السافله امينا خلينا في السافله مي وعد لازم نديروا حاجه تري ارتستيك انا وياها هذه تاني من الاسئله اللي رجعت بزاف يا جماعه قبل ما نجاوب خلوني نعاود نلخص لكم ونفهمكم هذا عرس كورتاج شويه من عائلتي شويه من عائل زوجي القاعه صغيره الى اخره ما درتش ايفينمون ارتستيك ولا كولتوريل وكان هكذاك اكيد بزاف ناس نحبهم ونعرضهم وكذا ومازال ليام ولي زوكازيون نديروا حاجه كبيره يكونوا ان شاء الله كامل حبابي كيما في لي لونسمون تاع لي زيميسيون تاعي الى اخره هنا سيتي عائلتي وماشي كاملين شويه
وشوية من عائلة الزوج. كورتاج كيما كاملنا على بالنا نخيروا شوية منا ومننا الله غالب. أما باش نجاوب على سؤالكم، أكيد بعثت لها سويلة وأكيد عرضتها، ما نحبش نجاوب على هذه صح باش ما تنوطش البلبلاني شايفتكم أنك حاب توصلوا. بعثت لها شهر ولا كتر قبل العرس سويلة، جو بونس كات فون فواياج ولا معليش جو كومبخون، ما شافتش لو ميساج وللدوك بس ما جابتو من سويلة نحبها، وبيان سور كانت من المعروضين القلال بصحاب الدومين. فوالا يا جماعة عندنا متابعة شكلها ما كانش في نفس العرس، قالت لي شكرا أولا سديرتك ما شاء الله وكذا، قالت لي خاصة عجبني سورتو خاصة القفطان. بصح أنا ما لبستش قفطان، لبست كراكو وغليلة. شكرا ليك، قالت لي جامي شفت وحدة لبست مثلو. نظن لأنه فيه تخان درنا كراكو غوايال بسروال الشلقة، لأنه يمكن كان فيه تخان في البعيد، يمكن فكاش تصورة من البعيد بان لك قفطان. لا بعيد كل البعد ما لبستش قفطان، لبست كراكو ولبست غليلة، يعني سروال مدور ومن بعد سروال الشلقة، لأنه كراكو هو عشقي الأبدي، هو اللي شبهني ومعركتي وكل شيء. وما تزعفوش مني، أنا دايما نفضل الكراكو على كل الحاجات اللي نقدر نلبسهم، حتى على الجبه قبيله على كل شيء. واحد ما يزعف مني، تشوف لي ما كاش افخم من الكراكو ما كاش. شادور كوم ما غرومير، جداتي الله يرحمها تعشق شيء اسمه سروال الشلقة وكراكو. الله على الخالات، شوفوا وكان نقول لي عرفني من زمان راح يشهد كي يشوف هاد ستوري، اذا كاين حاجه من صغيره نحلم بيها ونموت عليها هي الخالات. شادور شادور شادور، سيتي ان غاف دو بتيت في. وشكرا امل، امل ازار ايفنت، روحوا تبعوهم ميم الا ما عندكمش عرس لازم تبعوهم. شوفوا الا في دو مون غاف اون رياليتي، هي جابت لي الخالات وهي جابت لي طبابله. سيتي الا طبابله سيتي اون سوربريز، ما كنتش عارفه ميم با، سيتي مانيفيك. كان عندي بلوس دو 42 سائح اوروبي كي يدخلوا الخالات طايح اكثر من نايض بالك اي فيلمي، وسيتي مانيفيك. دونك ازار ايفنت، روحوا عينكم مغمضين ودعوا لي. ما تندموش تجبا قبايل، كل حاجه كل حاجه تتخيلوها في ايفينمون تاعكم قبايليه ازار ايفنت يخلقوها لكم من تحت القاع برنوس واش تحبوا، سي مانيفيك اي سون مانيفيك. سؤال يقول لماذا ما غيرت اللغه، لماذا ما غيرتيش لون شعرك؟ صح نسيت لون شعري، ولازم ندير بلوك لصديقاتي ونبدل رقمي، وكي نشوفها نقولها شايفاتك عبركا هنا برمجات الخاطئة. لازم غير تزوج دير لي ماش زمان، نقولك كي تزوج ديري معليش ديري الحمر عبركا هنا. صح ألوغ وصلنا للمسقي كيما يقولوا. يا جماعة هاد السؤال ما كاش حاجه طرحت لي في حياتي قدو، وعلاش والله ماني والله ماني فاهمه. واشنو جنسيه زوجك؟ واشنو جنسيه زوجك؟ شوف بيناتنا والله لو كان نحس باللي نحس انه زعما انك تتبع واحد مهم تعرف جنسيه راجله زوجه ولا زوجته يفيد، نقول انا ما فهمتش علاش هذا كيسون تولي معليش اون فاجوي الجو تاع لي ريزو سوسيو على بالي زيد لا كيوريوزيتي، وما هيش كيوريوزيتي ميشانت، بالك الواحد يحبك يتبعك ولا جوست بار كيوريوزيتي. اوكي هل زوجي جزائري؟ الجواب نو لا. الو زوجي ماشي جزائري، لكن بما انه قاعدين نحكوا على العرس وتفاصيل العرس، انا بور مو سيتي ان بوين دونور، يعني نقطه مهمه انه العرس يندار في الجزائر، والحمد لله ربي قدرنا درنا كما يقولوا الناس زمان ماشي عرس عريس، درنا عريس بالطبع والشان الحمد لله. اللي كانوا موجودين قالوا باللي بالهمه ولقانا الحمد لله. دونك من كل تفاصيله جربت اني كانوا عندنا يعني كامل الناس وحباب وعائلته وكذا اللي قدروا يجوا، كانوا تقريبا 50 سائح في عمره ما شاف الجزائر. فحبيت ما يكونش غير عرس او عريس، حبيت يكون ان تابلو، يعني تابلو كولتوريل في شويه من كل شيء من المكان. وعلاش خيرنا المكان اللي هو لوتيل سان جورج؟ علاش؟ باسكو عاصمي، باسكو قصر من قصور الدال، دلالته الثقافيه دلالته التاريخيه الجمال الستيل المعماري تاعو. تاني الوغ لو منيو تاني حبينا يكون جزائري باش التجربه تروح حتى الاخر اخر تفاصيلها، يعني يكتشفوا الاكل الجزائري. دونك سيتي شربه بوراك الى اخره. لو بروغرام ميوزيكال سمير تومي صراحه امتعنا
لا يعلى عليها. على كل حال سمير يعطيه الصحة بالطبيعة تسا، وكنت حابة تاني يشوفوا كيفاش تخرج العروس الجزائري، كيفاش تخرج العروس الجزائرية من دارها تحت يد باباها، كيفاش ديك لومبيونس تاع الزرنا، كيفاش الحي والحومة تتحرق بالزغاريت وتولولو في ميجان ولي كوزان كوزين يشطحوا إلى آخره. دونك خرجنا فوالا بالحايك خيط الروح غليلة بزرنجية، من بعد كي لحقنا شافوا التابلو كابيل بالجبال القبيلية تواضيت الحقيقية بالبرنوس، هو تاني لبس برنوس جزائري مزيغي حقيقي قديم تاع زمان. فوالا جاونا الخالات من تيزي وزو، جاونا الطبابلة من تيزي وزو، درنا حنة تاني حقيقية بتقدام سامير تومي، سيتي مانيفيك. فوالا يا جماعة خدكم ما دارتش عرس، دارت مهرجان ثقافي. عندي اصدقاء فنانين قالوا لي انت لازم يعطوك هذاك الوسام هكذا، شكرا. حاشا بالعكس، انا نشوفها انه اقل شيء كسفيره من سفراء ثقافتنا، اقل شيء والو والو والو، هذه في حق بلادنا وثقافتنا. المهم جوست بو فو دير العرايس هكا شكون صح تتعب من قبل لكن من بعد ترتاح. انا والو غير من ذاك يلا اسبوع وانا نجري بهم تي بازا القصبه لي بوس داير لي بوس 50 عبد يلاه تي بازا القصبه جاردان دي سي نوتر دام كل شختوخه كل رشته دير حنا جزائريه اشري تقاليد الجزائر. ومن قبل شهور وانا نجري لهم على الفيزا، دير لهم انفيتاسيون نشوف لهم الفيزا تجري شكون عطاولو شكون ما عطاولوش عاود. الحمد لله الحمد لله ربي قدرنا، وان شاء الله ديما ديما نكونوا هكا سفراء لثقافتنا دي.